بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن ظاهرة من أسوأ الظواهر اللي ممكن نشوفها في الطماطم، سواء كانت الطماطم دي داخل البيوت المحمية أو حتى كانت خارج البيوت المحمية، أي طماطم حقلي. الظاهرة دي يا جماعة هي ظاهرة الساق الرفيعة. تعالى كده ونشوف ايه الساق الرفيعة دهيا عاملة ازاي. دي مش ساق رفيعة، دي ما شاء الله الساق كويسة اهوت. نعرف الساق كويسة ازاي؟ لو الورق عندي كويس، كويس جدا ماشي. لو في سيمترية عندي اهوت، الزرع ده هو تقريبا يعني ما كملش حتى الاربعين يوم، تمام. عندك الزهرة اهوت، ده كلاستر، ده كلاستر تاني، تمام. وده كلاستر تحت في الزيرو ارض اهوت، كلاستر يعني بينه وبين الارض ما يكملش 15 سنتي، وده لقصة هنحكيها ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. طيب انا عندي، تعالى على الساق التاني ما شاء الله اهون، والتزهير ماشي معاك تمام من اول التزهير اهو للتزهير التاني اهو للتزهير التالت اهوت للرابع تحت اهو، تمام. القصة دي يا جماعة، قصة الساق الرفيعة دي مشكلة، لازم الساق عندك تكون كويس، تمام. طيب الساق الرفيعة لها عدة أسباب لازم تاخدهم في الحسبان. أول حاجة من أسباب اللي هي بتؤدي إلى الساق الرفيعة إن الشتلات عندك جاية من المشتة المسرولة، أو الشتلات طويلة، المجموع الخضر بتاعها صفر، المجموع الجذر بتاعها برضو تعبان، بتحطها في الأرض للأسف الشديد، هي أصلا حاططها فوق الخمستاشر سنتي، قد تصل لعشرين سنتي، تمام. فأمورها للأسف الشديد هتبقى مش كويس. إذن لازم يكون المجموع الخضري عندي للشتلات والمجموع الجذري لازم يكون كويس، وحتى يتحمل أعباء الحياة، لأن ده زي ما قلنا قبل كده هو الأساس بتاع العمارة اللي احنا بنبني عليها، تمام. لو الأساس بتاع العمارة كويس هتبني زي ما انت عايز وتعيش زي ما انت عايز، تمام. هو النبات كده، لو أسسته كويس بشتلات محترمة يبقى انت حطيت الأساس أو اللبنة الكويسة اللي ممكن تعيش معاك. الله أعلم بقى النبات ده يعيش له 7 8 10 شهور سنة فوق السنة، زي ما يكون أهم شيء الشتلات تكون عندك كويسة، لان مش كويسه اساسا مجموع خضر ومجموع جذري والساق في سمك القلم الرصاص، للاسف الشديد امورك مش هتبقى كويسه، تمام. دي اول حاجه. تاني سبب من اسباب الساق الرفيعه يا جماعه ان النبات عندي يكون فيه مشكله الري. مشكله الري ازاي؟ بمعنى ان انت حضرتك بتحط النبات وشغل ري، كل ما حد يزعلك تروح تروي الارض، تمام. انا مش هقول لك مين اللي بيزعلك علشان انت تزعل مني، والله لا اقول لك. المدام لما بتزعلك، المدام اساسا بتسيب لها البيت وتروح الارض، بتشغل وتقعد تروي في الارض. الري يا جماعه لازم يكون محكوم، ولازم اساسا النبات من الاول يكون في برنامج تصويم ليه، واتكلمنا عن التصويم من 3 4 ايام في فيديو طويل عريض من نتكلم عن فيه عن التصويم، ولكن التصويم يكون مدروس، تمام. يبقى الري عندك قد يؤدي الى الساق الرفيعة، انت حطيت النبات وشغلت حضرتك عمال بتروي كل يوم، فدي مشكلة كبيرة وكبيرة جدا كمان، تمام. امال اعمل ايه؟ اعطش قدر المستطاع لحد النبات ما يكون عندي فيه مجموع جذري ومجموع خضري متوازيين مع بعض وامورهم كويس. لا المجموع الجذري يطغى على المجموع الخضري، ولا المجموع الخضري يطغى على المجموع الجذري. طيب الساق لو كانت رفيعة يا حضرات، الساق لو كانت رفيعة يا حضرات، مشكلتها ايه؟ الساق ديت هي بتعتبر هي ايه؟ هي وسيلة الاتصال بتاعة المغذيات والمية اللي جاية طالعة من الجدر، مش هقول لي بقى الخشب واللي حاول القصة دي، انا هقول لك ببساطة خالص. الساق دي هي وسيلة اللي بتاخد المية والمغذيات بتطلعهم من الجدر بتوزعهم على بقية أجزاء النبات، أجزاء النبات اللي هم متمثلين في ايه؟ في الورقة والثمار، تمام. اذا فلو الساق فيها نقل كويس، تمام، هتعمل لي مجموع خضري كويس. لو المجموع الخضري كويس برضو ماشي مع المجموع الزهري يبقى امورك هتكون كويسه، لان المجموع الخضري هو اللي بيصنع الطاقه، وقلنا قبل كده الورقه هي مصنع الغذاء، تمام.
تاخد بالك من الحتة دي كويس. تمام. بعد كده في مشكلة عندي برضو هتأدي لي إلى الساق الرفيع، التسميد الأزوتي، النيتروجين، اليوريا والنطرات، أو في ناس أول ما بتحط شغل تسميد 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 تسميد، فدي طبعا بتعمل لي مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا. تمام. طيب لو حصل عندي والمجموع حصل فيها هياج، المجموع الخضر حصل فيها هياج، وللأسف الشديد الأمور خرجت عن السيطرة، بوصيك بحاجتين: تعزق عزقة كويسة، ثلاث حاجات، تعزق عزقة كويسة جايرة بحيث ان انا اقطع بعض الجذور عشان تقلل الامتصاص بتاع النيتروجين شوية، دي رقم واحد. رقم اتنين هتعطش النبات. رقم تلاتة هتجيب حاجة عالي فوسفور محترم زي الهيدروفوس، ماشي، وترش. لو ما عندكش ممكن الماب او المغنوم اللي هو 17-44-0 او 12-61-0، الناس اللي فاهمين زراعة عارفين انا بقول ايه. تمام. طيب في حاجة كمان يا جماعة اللي هي ممكن تخلي لك الساق رفيعة، ويمكن في ناس بتهملها او ما بتاخدهاش في الحسبان، وهي تقليم النبات. تقليم النبات، النبات ده هو النهاردة احنا مقلمينه الصبح اهو اهو، ما تسمحش على طول. ليه؟ لان انت لما بتقلمش، انت لما ما بتقلمش، تمام، لما ما بتقلمش النبات بتبقى عندك فيه مشكلة. المشكلة ديت ايه؟ المشكلة ديت ان الغذاء بدل ما بيخزن في الساق بيروح على الافرع الجانبية، وهنا بتحصل المشاكل الكبيرة. تعال كده، الولد اهوت كان عيل ما عندوش ضمير النهاردة الصبح، تعال تعال اهي، تجربة حية قدام حضرتك اهي، ادى الساق الرئيسية اهي، وادى الساق للأسف الشديد مرتين يعدوا عليها او ثلاث مرات وما يشيلهاش. طب بالله عليك ديت شايف هي والساق واحد، اصبح عندي مشكلة. يبقى التقليم يا جماعة لازم ناخده في الحسبان. يبقى التقليم اول باول، اي فرع جانبي هنا اقصه. وشايف دي المفروض انا دي اهي، شايف دي مجرد المفروض كل يومين والتالت الف لفة في البيت اشيل اللي زي دي عشان ما تكبرش، وبالتالي هتسحب لي من الغذاء اللي انا موفره للاوراق، موفره للازهار، وموفره للسقان. تمام. طيب بعد كده اللي هيعمل لي الساق ديت ايه يا جماعه؟ حاجه برضو من اسوأ ما يكون، اللي هي ايه الحاجه دي؟ اللي هي عمليه التظليل. التظليل شايف فوق كده، التظليل. التظليل ده يا جماعه مشكله، مش بقولكش ما تظللش. اولا احنا عندنا ساعات في الخليج في البيوت المحميه المكيفه بتحصل لنا ان احنا عايزين نزرع طماطم حتى لو انتاجها قليل، ده بيكون كويس في السعر. بنقوم بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه تظليل فوق، تظليل للبوليكربونايت او تظليل للبلاستيك، بحطوا طين او ماده زي السبيداج او اسمنت، اي مهم اي ماده بتعمل تظليل. تمام. لازم نظلل لسببين. السبب الاول شدة الاضاءة، كمان مش الحرارة، شدة الاضاءة وشدة الحرارة. تمام. وشدة الاضاءة اكتر، لان شدة الاضاءة اساسا هتعمل لي مشاكل في النبات وهتوقفه، مش هيمشي خالص. تمام. يبقى انا عندي لازم اظلل، التظليل يبقى في المعقول، لا يتعدى 50% 60% او في يعني في اسوأ الظروف. تمام. ليه 50%؟ لان انا لو حجزت 50% عندي النهار قد يصل لي 14 و15 ساعة في 6 و7 و8 و9 كمان. تمام. فديت مشكلة كبيرة، التظليل. في ناس بتعمل تظليل وبعد التظليل بتقعد تدي مية ودرجة الحرارة عالية. عندك تظليل ودرجة حرارة عالية ومية، بالطبيعي ان النبات والساق هيقعد يجري ولا هيعمل اي حاجة خالص بالنسبة للساق، مش هيكون اطلاقا الساق لا يمكن يكون نموذجي. تمام. يبقى قلنا مشكلتك عندك في ال 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 الشتلات من الاول خالص، والتسميد الازوتي، والتظليل، وان حضرتك برضو لازم تحط مادة عضوية، لازم تحط مادة عضوية كويس. تمام. المادة العضوية حضرات دي فيها كل العناصر الغذائية، فيها كل العناصر الغذائية اللي انت لو في يوم من الايام نسيتها هي هتفكرك وهتمشي مع نفسها. المادة العضوية مهمة جدا لان فيها بتدي الدفعة الاولى للنبات. في عامل بعد كده وهو المغذيات يا جماعة. في ناس أساسا شغالة على طول على المغذيات، ويلا يا ولد النهاردة نحط فلفك، ويلا يا ولد النهاردة نحط بولفك، ويلا نحط مستنشق جذور، ونحط جبريلك. كل الحاجات دهيت ملهاش لازمة، حاول تبعد عنها قدر المستطاع، حاول تبعد عنها قدر المستطاع، لأن هي ضررها أكتر من نفعها. دي بنستخدمها في بعض الظروف والظروف المعاكسة فقط
لما يكون عندي برودة موقف النبات، يكون عندي حاجة من الحاجات الدهية بظروف المعاكسة، أقدر أستخدم الحاجات الدهية. تمام. أما الحاجات اللي احنا بنرشها على الفاضي والعمال والبطال دي، دي حاجة للأسف الشديد يا جماعة ما تنفعش، وما تنفعش خالص، فخليك حذر منها. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.